إنفينيتي معكم. في هذه الحلقة سأروي لكم قصة فتاة سقطت من طائرة قبل 10 سنوات ونجت. هناك قصتان غير عاديتان تتعلق بالفتيات اللاتي وجدن أنفسهن في الغابة ونجين. نبدأ بحادثة عام 1971، حينها حلقت طائرة على متنها 92 شخصاً فوق غابات الأمازون. خلال الرحلة ضربتها صاعقة وفقدت الطائرة أحد جناحيها وسقطت من ارتفاع 3 كيلومترات مباشرة في الغابة الاستوائية. تم سحب عملية البحث والإنقاذ. أوقف المطر اشتعال النيران على الأرض وغطت تيجان الأشجار الحطام. لهذا السبب لم تكتشف حملات البحث الطائرة من الجو. بشكل عام فهم الجميع أنه لم يكن من الممكن النجاة في هذا الوضع، لذلك لم يتعمقوا في البحث. على أي حال، لقد أخطأ الناس. نجت جوليان كوبكي ذات 17 عاماً من ألمانيا بأعجوبة. عادت إلى رشدها بعد يوم من وقوع الحادث، وأثناء سقوطها أصيبت الفتاة، وكما كسرت نظارتها مما جعل الوضع أكثر تعقيداً، حيث لم تتمكن من الرؤية جيداً. للنجاة في غابات الأمازون وعدم مواجهة الثعابين، ألقت حذاءها للأمام أولاً ثم خطت خطواتها الأولى. أدى ذلك إلى إبطاء حركتها، لكنه منع مواجهة الحيوانات القاتلة. شقت طريقها للجدول، تناولت أشياء صالحة للأكل وحاولت البقاء على قيد الحياة. بعد 9 أيام كانت ستستسلم، لكن هذه اللحظة حين عثر عليها السكان المحليون وأنقذوها. لاحقاً تم مساعدتها ونقلها للمدينة، وبعد ذلك عادت لحياتها الطبيعية. لكن ليس دائماً يحدث هذا. يقولون إن شيئاً مشابهاً حدث لفتاة كانت الوحيدة التي نجت من حادث تحطم طائرة في غابة كثيفة. بعد 10 سنوات عثر عليها الصيادون. بحلول تلك اللحظة لم تملك سوى أدنى تشابه مع الإنسان. نشأت برية واندمجت مع الطبيعة، وأصبح المجتمع شيئاً غريباً عنها. رغم أن هذه القصة لم يتم تأكيدها، إلا أنني أعتقد أنها صحيحة، على الأقل لأن التاريخ يعرف حالات عاش فيها الناس بعيداً ونشأوا على يد الحيوانات البرية. لاحقاً سنتعرف على مثل هذه الحالات. يجد شخص مثل جوليان كوبكي نفسه في الغابة ويريد الخروج منها في أسرع وقت، في حين أن شخصا آخر، جون سيبونيا من أوغندا، كان لديه تجربة أخرى. عندما كان عمره 4 سنوات شهد مشاجرة بين والديه. لم يتحمل الطفل الأمر وهرب للغابة وبقي هناك لفترة طويلة، غاب طويلا حتى أن الكثيرين بدأوا يعتقدون أنه مات وفقدوا الأمل بإيجاده. مرت 3 سنوات عندما صادفوا جون بالصدفة تماما. ذهبت إحدى السكان للغابات لجمع الأخشاب، رأت مجموعة من قرود الفرفت مع كائن غريب. لاحقاً أدركت أنه كان صبياً، ما يثير الدهشة أنه كان جون. قبلته القرود وقامت بتربيته ليكون شبلاً لها. كان جون يتحدث للقرود، وكان ذو 4 أرجل ويجيد تسلق الأشجار. اندمج مع المجتمع البري لدرجة أنه كان من الصعب إعادته إلى القرية. لكن لا يجب أن نحتفل. كان عليه نسيان عاداته الجامحة وتعلم الكلام وإثبات نفسه للمجتمع. عندما تعافى أخيراً قال إن القرود علمته كل ما يحتاجه للعيش في الغابة، من التسلق للحصول على الطعام. قصة الشخص التالي لدينا تشبه قصة جون سيبونيا، باستثناء أنه هنا حدث كل شيء ليس طوعاً. في 50ينيات اختطفت البريطانية مارينا تشابمان من قرية في أمريكا الجنوبية. وفقاً لها قام المجرمون بذلك عندما كان عمرها 5 سنوات. تركوها في الغابة الكولومبية ووجدت نفسها في الأعماق، لكن قرود الكابوشية جعلت منها شريكتها. على مدار السنوات 5 التالية كبرت معها حتى صدفها الصيادون وأنقذوها. تمكنت من أن تتحدث وقالت ما حدث في الغابة. وفقاً لها أكلت التوت والجذور والموز ونامت في جحور الأشجار. تحركت على 4 أرجل كالقرود. علمتها القرود الصيد والنجاة، لكنها لم تساعدها ولم تطعمها، لذلك فعلت كل شيء بمفردها. كما بدأت الحيوانات في اتخاذ الفتاة كقريبة لها. يعتقد الكثيرون أن تاريخ مارينا مخترع أو أنه صحيح جزئياً، لكن أكد العلماء أنها قالت الحقيقة، كما أن مارينا المسنة ما زالت للآن جيدة في تسلق الأشجار وتشعر بالراحة في البرية. بالتأكيد هي لا تكذب.
من ناحية أخرى، فإن قصة شاميديو لن تجعلنا نشك ولو للحظة. هكذا سمي صبي وجد عام 1972 في الغابة الهندية، تم إيجاده بين الذئاب وكان في الرابعة من عمره. انطلاقاً من كل شيء، كان يعيش في الغابة منذ ولادته وتربى على يد هذه الحيوانات المفترسة. هناك دلائل تشير إلى أن هذا صحيح، ليس فقط أنه كان في قطيع ذئاب، ولكن أسنانه الحادة تبدو كالخاصة بالذئاب. أخبر الأشخاص الذين عثروا عليه أنه لم يكن أقل شأناً من الذئاب في صيد الدجاج، وكان يأكل التربة، ولديه رغبة غريبة في الدم. كما عوى شاميديو وتحدث إلى الذئاب التي اعتبرها من العائلة، وهي بدورها اعتبرته أحد أفراد القطيع. رغم أن الطفل تم أخذه، إلا أنه لم يتمكن من التواصل الاجتماعي كلياً، ولم يتعلم حتى الكلام رغم أنه يتقن لغة الجسد. اعتنت الأم تيريزا بالصبي، لكن لم يتمكن أحد من إنقاذه. خلال 13 عاماً من الحياة خارج الطبيعة البرية، مات لكون نصفه شخصاً برياً. تحدثنا عن الصبي الذئب، الآن دعونا نذكر الفتاة الذئب. التاريخ حافل بمثل هذه الحالة، لكن لا يستطيع المؤرخون المعاصرون أن يتأكدوا من صحة هذا، حيث يعتقد أنه عام 1845 في ضواحي مدينة سان فيليب في المكسيك، لاحظ الناس مجموعة ذئاب تصطاد الماعز في المرعى. كان أحدها مختلفاً تماماً عن الأخرى. عندما نظر السكان عن كثب، فهموا أنها كانت فتاة صغيرة وكانت تركض على أربعة أرجل. زأرت وأظهرت أسنانها وحاولت صيد الفريسة. بمجرد أن حاول الناس الاقتراب منها، تفرق القطيع. لاحقاً لفتت الفتاة انتباه المحليين مجدداً، وبعد عام تمكنوا من إمساكها. كانت أظافر الفتاة حادة كالمخالب وأسنانها كالأنياب، كانت تعوي فقط ولم تكن تتحدث. تمكنت من الهرب من الناس مجدداً. لاحقاً واجه المحليون الفتاة عن طريق الصدفة عدة مرات، لكنهم لم يمسكوا بها. لقبوها لوبو، وشاهدوا كيف كانت تكبر عندما كان ذلك ممكناً. لا يعرف مصيرها، لكنهم يقولون إنها أصبحت رأساً لقطيع ذئاب صغير. في حالة هذه الفتاة الأخرى، يبدو الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لي. ليس واضحاً من قام بتربيتها في البرية. إنها فتاة عثر عليها عام 2007 في كمبوديا. كما يحدث غالباً في مثل هذه الحالات، فقد واجهوها بالصدفة. أخافت فتاة الموكل الناس بمظهرها، فقد ثنت ظهرها بشدة أثناء المشي. لم تكن قادرة على التحدث ونطقت بأصوات تشبه زئير الحيوانات أو خوارها. انتشر هذا الخبر في أنحاء البلاد، واكتشف الناس أن الفتاة الفيتنامية روتشوم بينينج كانت مفقودة منذ 18 عاماً. ظهر أقاربها وأخذوها، حيث بدأت فتاة الموكلي في التواصل الاجتماعي تدريجياً، لكن فإن التقدم كان بطيئاً وصعباً. لم تتمكن من التحدث لعدة سنوات، ولم تنظر إلى أعين الناس. كانت تنام في سقيفة أو حظيرة، ترفض تناول الطعام العادي وتخاف من الناس، حيث أنها هربت إلى الغابة عدة مرات، لكنها عادت في النهاية. بقدر ما هو معروف، لم يحدث تغيرات في حياتها، لم تتمكن من التواصل الاجتماعي. الأشخاص الذين نظروا في الحادث يعتبرون أنه ليس هذا ما حدث. البعض متأكد أنها عاشت في الغابة 20 عاماً. البعض الآخر يعتقد أنها عاشت لعام واحد فقط. الآخرون يفترضون أنها لم تكن في الغابة، بل كانت مستعبدة، لم يتعاملوا معها جيداً، وتمكنت من الهرب بأعجوبة. بطريقة أو بأخرى، تمكنت روشوم من النجاة، وهذا هو الشيء الأهم. كما هو الحال في بداية الحلقة، نأتي لغابات الأمازون. هذا هو المكان الذي حدثت فيه هذه القصة المذهلة بمشاركة يوسي جينسبيرغ. عام 1981 ذهب إلى هناك لاستكشاف الغابات غير المأهولة والعثور على قبائل أخرى وغير ذلك. في الطريق تعرف على 3 أشخاص وذهبوا للغابة معاً. لن أخوض في تفاصيل ما حدث بين الأربعة، لكن في لحظة ما بقي يوسي مع المصور كيفن جيل. أثناء النزول إلى النهر، فقد يوسي السيطرة وسقط قاربهم العائم في شلال. تمكن جيل من الخروج، وبعد أيام أنقذه الصيادون المحليون، في حين تم جرف يوسي من قبل التيار إلى مكان بعيد. ترك وحيداً وعاش في الغابة لمدة 3 أسابيع دون معدات أو طعام. كانت تلك أسابيع جحيمية، كانت الحيوانات المفترسة ستأكله. تجنب هجوم الفهد، وعضه النمل الأحمر الضخم والنمل الأبيض. سقط في مستنقع مرتين، وكان سيغرق في الفيضانات.
لم يأكل أي شيء لعدة أيام وغذى نفسه فقط مع الأشياء التي وجدها في الطريق. كان يصلي أن ينتهي الأمر. لحسن حظه بعد 3 أسابيع عثرت عليه أخيراً مجموعة بحث مع كيفن جيل. كان يوسي مرهقاً وبالكاد حياً. بعد تلك المغامرات اضطر إلى الخضوع للعلاج في المستشفى ل3 أشهر. نتيجة لذلك فقد تعافى تماماً. على أساس قصته تم تصوير فيلم الغابة مع دانييل رادكليف في الدور الرئيسي. ما هو الأفضل في رأيك؟ التجول في الغابات الخطرة أم التجديف في وسط المحيط؟ إذا سألتني، المحيط أسوأ بكثير، خاصة إذا كنت هناك لعدة أشهر. إنه الجحيم الذي نجا منه ستيفن كالاهان، الذي حدث بعد عام من قصة يوسي جينسبرغ. في نهاية العام التالي خرج من جزر الكناري وتوجه إلى أنتيغوا، جزيرة في المحيط الكاريبي. افترض أن الطريق لن يكون صعباً، لهذا لم يأخذ الكثير من الطعام والماء ووقود الديزل وكذلك الرمح المرتجل. لكن لسوء الحظ حدثت العاصفة في ذلك الوقت. غرق قارب ستيفن، لكنه أنقذ نفسه على طوف قابل للنفخ. رغم أن الطوافة مصممة ل6 أشخاص إلا أنها كانت صغيرة وغير مريحة. لم يتمكن ستيفن حتى من الوقوف بشكل مستقيم. من الأشياء المتبقية كان لديه خرائط الملاحة ومسدس الحربة و3 لقطات شمسية وحقيبة نوم، إضافة إلى كتاب عن النجاة في البحر المفتوح. ترك ستيفن ليأمل في التيار الذي حمله ببطء، فهو لم يوجه الطوافة. لم تكن الخرائط مفيدة ولم يفهم أين كان بالضبط، لهذا قام ببناء جهاز مرتجل لتحديد ارتفاع الشمس ليتمكن من فهم مكان تواجده ولو عن بعد. لكي لا يتضور جوعاً اصطاد الأسماك والطيور وأكلها نيئة أو جففها في الشمس. شرب الرجل مياه الأمطار التي جمعها بمساعدة المقطرات الشمسية حتى خرجت عن النظام. وفي الطريق حدثت له مغامرات مختلفة، فقد سمكة كبيرة وكسر مسدس الحرب ومزق جزءاً من الطوافة جزئياً. هاجمه قرش وسمم نفسه بالطلاء الذي انطلق من الطوافة وتغلغل في مياه الشرب، بل وكان سيصاب بالجنون. بعد 75 يوماً جرفته المياه للشاطئ، وبعد يوم عثر عليه الصيادون. كان في جزيرة ماري غالانت في غوادالوبي الفرنسية في البحر الكاريبي. تمكن من عبور المحيط الأطلسي بأكمله والبقاء حياً بالرغم من أنه فقد 20 كيلوغراماً من وزنه. كان لديه حروق شمسية وملأته القروح وعانى نفسياً. في المستقبل عاد إلى رشده ووصف تجربته في مذكراته. حصل على براءة اختراع لعدد من اكتشافاته التي تم إجراؤها خلال ذلك، واستخدمها لتطوير وسائل إنقاذ متقدمة. يتعين على البعض النجاة في الأسر، لكن آخرون يخاطرون بوعي مثل آلان بومبارد. عام 1952 قرر هذا الرحالة الفرنسي القيام بتجربة خطيرة بمشاركته الخاصة. كان الهدف على الورق بسيطاً، عبور المحيط الأطلسي، باستثناء أنه سافر على متن قارب قابل للنفخ دون طعام أو ماء. كان لديه مخزون لحالة طارئة وعليه جلب الطعام بنفسه. سبح آلان ل65 يوماً وأكل الأسماك والعوالق في طريقه، شرب مياه البحر وقام بعصر السمك الذي اصطاده. أما السهم فلم يمسه حتى. كنتيجة تمكن من عبور مسافة 4400 كيلومتر والوصول إلى جزيرة باربادوس من جزر الكناري. وفي نهاية التجربة نجا آلان وفقد 25 كيلوغراماً من وزنه وساء بصره. فقد جميع أظافر قدميه، كان جلده مغطى بالطفح الجلدي والبثور، وكانت مؤشرات دمه شبه قاتلة. هل تعرف لماذا فعل ذلك؟ أراد فقط أن يثبت أنه إذا لم تستسلم وتواجه الظروف يمكنك البقاء حياً في البحر المفتوح. ما رأيك بهذا؟ على أي حال أعتقد أنه يجب ألا تتحدى الموت. كان آلان محظوظاً لأنه نجا من هذا الجنون. برأيي إن آنا بونغ هولم كانت أكثر حظاً، فقد تمكنت من النجاة من شيء مستحيل. أواخر التسعينيات سقطت أثناء التزلج في الجليد. حاول أصدقاؤها الذين تزلجوا معها مساعدتها لكن دون جدوى. علقت في الماء المثلج، والأمر الأخطر أنها لم تكن على السطح، فقد انغلق الجليد فوقها حرفياً، لذا كانت في فخ جليدي. وكانت معجزة أنها وجدت فتحة هواء حتى لا تختنق وتغرق. وصل رجال الإنقاذ بعد حوالي 1.5 ساعة، وبحلول ذلك الوقت انخفضت درجة حرارة جسمها إلى 13.7 درجة مئوية. ومقارنة بالحالات المعتادة، يموت الناس بسبب التعرض الشديد عندما تنخفض الحرارة إلى 25 درجة مئوية.
كما حدد الأطباء أنه خلال الوقت الذي ظلت فيه تحت الماء لأربعين دقيقة توقف قلبها. بمعجزة ما تمكنت من البقاء حية، نقلت للمستشفى بسرعة على متن طائرة هليكوبتر، حيث عادت آنا إلى الحياة خلال الساعات التسع التالية. بعد 10 أيام عادت إلى رشدها، وفي غضون عدة أشهر تعافت بالكامل تقريباً واكتسبت القوة. لقد أصبحت هذه الحالة فريدة، ولم يفهم العلماء كيف تمكنت الفتاة من البقاء حية. نجاة الإنسان في ظل الظروف القاسية موضوع مثير. ما هو الأصعب من فقدان أي عضو؟ لقد بحثت في الموضوع، سأخبركم الآن بذلك. العضو الأول في هذه الحلقة هو أيضاً أهم عضو في جسمنا. من المدهش أنه يمكن العيش بدون دماغ. أنا لا أمزح بخصوص الأشخاص الأغبياء، أنا أتحدث بجدية. لكن للتوضيح، من المستحيل أن تعيش بدون دماغ على الإطلاق، لكن يمكن للإنسان أن يعيش حياة كاملة بدون بعض أجزاء منه. منذ حوالي 15 إلى 20 سنة جاء رجل إلى عيادة في ميرسيليا واشتكى من ألم في ساقه. ظن الأطباء أنها جلطة دموية، لكن اتضح أن سبب الألم هو عدم وجود 90% من دماغه. كان يعاني من استسقاء الرأس. دمر المرض المادة الرمادية في رأسه بشكل شبه كامل، لكن هذا لم يمنع الأجزاء الباقية من دماغه من تولي وظائف الأجزاء المفقودة. مع كل هذا لم يكن الرجل يعرف ما يدور في رأسه حتى جاء إلى العيادة. وفي التاريخ حالات أخرى مشابهة. على سبيل المثال في الثمانينيات درس العلماء الحالة الاستثنائية لطالب كان دماغه يتناثر حرفياً في السائل الدماغي الشوكي. في الوقت نفسه لم يؤثر ذلك على قدرات الطالب بأي شكل من الأشكال، لقد كان موهوباً وذكياً. وجد العلماء أيضاً أشخاصاً لديهم نصف دماغ فقط، وأشخاص ولدوا بدون مخيخ، وجميعهم عاشوا حياة طبيعية. الرئتان أعضاء مفيدة للغاية لأننا نتنفس بفضلها. الرئتان تحملان الأكسجين إلى الدماغ وتسحب ثاني أكسيد الكربون منها. تفعلان ذلك كلتاهما، لكن كل رئة يمكنها القيام بذلك على حدة. كلا الرئتان متطابقتان ومجهزتان للعمل بشكل منفصل، لذلك الإنسان قادر على العيش بشكل مريح بدون جزء من رئته أو حتى بدون رئة واحدة على الإطلاق. بالطبع لا يمكن أن يصبح غواصاً محترفاً أو أفضل عداء على هذا الكوكب برئة واحدة، لكنها تكفي لمنح الإنسان حياة مرضية. يعيش الكثير من الناس برئة واحدة بعد أن فقدوا الأخرى بجراحة. لقد انتهينا من الرئتين، لكن ماذا عن المعدة؟ لدينا معدة واحدة على عكس الرئتين. إنها أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث يتم تخزين الطعام وهضمه، وبالتالي فإن إزالتها تؤدي للموت، أليس كذلك؟ تبين أنه لا. تعد المعدة بالطبع مهمة، لكن يمكن للشخص أن يعيش بدونها. يمكن لبعض أنواع السرطان والاضطرابات الوراثية أن تترك للشخص خياراً بين قول وداعاً لحياته أو لمعدته، وعادة ما يختار الناس المعدة. في هذه الحالة تتم عملية استئصال المعدة، يتم إزالتها أو جزء منها، ويتم توصيل المري مباشرة بالأمعاء الدقيقة. هذه عملية جراحية خطيرة وتغيير خطير في الجسم، ولكن حتى بعد ذلك يستمر الناس في العيش بشكل طبيعي. وبالطبع من الضروري الحفاظ على نظام غذائي معين وتناول الطعام شيئا فشيئا، لأن الجسم لن يكون لديه مكان لتخزين الكثير منه، لكن من الممكن التعايش مع هذه الميزة، ومع الوقت يتكيف الجسم مع هضم الطعام في الأمعاء وحدها. أثناء وجود الطفل في رحم أمه يعمل الطحال في إنتاج الدم، فهو ينتج خلايا دم حمراء وبيضاء للطفل، ثم يتولى مهام أخرى، يصبح المصدر الرئيسي للخلايا اللمفاوية وينتج الأجسام المضادة ويخزن كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية التالفة ويدمر خلايا الدم غير الطبيعية. عند البالغين يتدفق الدم خلال هذا العضو باستمرار، لذلك الإصابات الخطيرة في الطحال خطيرة للغاية. يؤدي تمزقه إلى نزيف داخلي حاد وموت، لذلك يقرر الأطباء أحياناً إزالة الطحال التالف قبل أن ينفجر. هذه العملية تسمى استئصال الطحال. يستأصل الطحال ويستمر الشخص في العيش بسلام، مع ذلك تقل مناعته ويزداد خطر الإصابة بالعدوى، لأن الطحال هو أحد مرشحات الجسم الرئيسية. لكن إذا تناول الشخص المضادات الحيوية والفيتامينات فلن تكون هناك عواقب سلبية لاستئصاله. إذا كنت تحب الوجبات السريعة وغيرها وتتناولها بانتظام بدون مشاكل صحية، فقل شكراً لمرارتك. تساعد جسمك على هضم الدهون عن طريق إفراز الصفراء،
المشكلة أن المرارة لا تستطيع التعامل مع كمية ضخمة من الأطعمة الدهنية للأبد. إذا لم تحافظ على نظام غذائي فيمكن أن تبدأ بمواجهة المشاكل. مثلاً يمكن أن تتكون حصوات المرارة وأحياناً قد تكون كبيرة. لا يمكن للأطباء دائماً إزالة هذه الحصوات، لذلك يزيلون المرارة بأكملها بدلاً من ذلك. ومن الممكن أيضاً العيش بدونها، وفي هذه الحالة سيتولى الكبد بعض وظائف المرارة، لكن سيتعين على الشخص الحفاظ على نظام غذائي معين. بعد أن ينتقل الطعام عبر المري والمعدة والأمعاء الدقيقة يصل إلى القولون. في هذه المرحلة يكون الجسم قد امتص معظم العناصر الغذائية. يساعد القولون على تكوين النفايات الصلبة ودفعها، وهذا يجعله عضواً مهماً. مع ذلك من الممكن العيش بدونه. إذا كان الشخص يعاني من مشاكل خطيرة كورم خبيث أو زوائد لحمية وما إلى ذلك، قد يقرر الأطباء إجراء عملية استئصال القولون، وبعد ذلك تتكيف الأجزاء المتبقية من الأمعاء تدريجياً وتتولى وظيفته. سيتعين على المريض الحفاظ على نظام غذائي خاص، لكنه سيعيش. الأعضاء التناسلية. لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يعيش بدون أعضاء تناسلية، مع ذلك هناك من يعيشون بدونها. هم يعيشون بشكل طبيعي بدون جهاز تناسلي. من الممكن أن تعيش حياة كاملة بغض النظر عما إذا كنت رجلاً أو امرأة. يعيش بعض الناس بدون أعضاء تناسلية نتيجة حادث، على سبيل المثال حادث طريق أو هجوم وما إلى ذلك، وقد استؤصل للبعض أعضاءهم التناسلية بعد تشخيصهم بأمراض خطيرة. يؤدي فقدان الأعضاء التناسلية إلى ضعف إنتاج الهرمونات التي تنظم جسم الإنسان، الأستروجين والتستوستيرون، لكن يمكن تعويض ذلك عن طريق أدوية خاصة. تقع الغدة الدرقية بالقرب من الحلق، تخزن اليود الذي يحتاجه الجسم للتطور الطبيعي، كما تنتج الهرمونات التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي ونمو الخلايا. اتضح أن الغدة الدرقية تؤثر على الجسم كله تقريباً، والأكثر إثارة أنه يمكن العيش بدونها. عادة ما يتم استئصالها في حالة وجود أورام خبيثة. سيضطر الشخص في هذه الحالة إلى تناول أدوية خاصة وهرمونات اصطناعية لبقية حياته، فبدون هذه الأدوية سيتعطل التمثيل الغذائي ويموت الشخص. لكن إذا اتبع الشخص العلاج وتناول الأدوية المناسبة ستكون حياته طبيعية تماماً. وهنا شيء لا يملكه الكثير من الناس. تعتبر الزائدة الدودية أكثر الأعضاء الغير ضرورية في جسم الإنسان، والتي بدونها يعيش الملايين بشكل مريح. تقوم بامتصاص السليلوز من الأطعمة النباتية، ولكن بمرور الوقت أصبح الطعام أسهل للهضم وتوقفت عن المشاركة في الهضم. لا تزال تخدم عدداً من الوظائف كدعم البكتيريا المعوية، ومع ذلك فإن جسم الإنسان ليس لديه ما يخسره بدون الزائدة الدودية، ويستمر في العيش بسلام. عندما يحدث الالتهاب تقريباً دائماً ما تتم إزالتها، تعد إزالتها واحدة من أكثر العمليات الجراحية شيوعاً وأسهلها. في الغالبية العظمى من الحالات ليس لها عواقب ضارة. وأخيراً الكلى. كالرئتين تعمل الكلى سوية وتلعب دوراً مهماً في جسم الإنسان. تقوم بتصفية السموم المختلفة من الدم وتنتج عدداً من الهرمونات التي تنظم ضغط الدم. ولكن كأعضاء الجسم الأخرى فإن الكلى لا تتحمل الكثير، ويمكن أن تفشل في ظل ظروف معينة. حياة المصابين بالفشل الكلوي مدعومة بآلة غسيل الكلى، لكنها ضخمة ولا يستطيع الإنسان حملها معه، والجلوس بالقرب منها باستمرار ليس خياراً. لكن هناك خيار كإزالة كلية مريضة. يمكن للشخص أن يعيش مع كلية واحدة، ولكن مع الالتزام بنظام غذائي وبعض القيود. بهذه الطريقة يمكن لأي شخص أن يعيش لسنوات عديدة أثناء انتظار زرع كلية جديدة، وهذه العملية هي الأكثر شيوعاً في زراعة الأعضاء. على الرغم من حقيقة أن الكلى ليست رخيصة، فهي تكلف 16,000 دولار وأكثر، لكنها ليست أغلى الأعضاء في أجسامنا. استمر في المشاهدة للتعرف على أغلى الأعضاء البشرية التي تكلف ثروة. القلب هو الرائد بين جميع الأعضاء من حيث السعر. ربما يكون أهم عضو في جسم الإنسان بعد الدماغ. القلب غالي الثمن، 280,000 دولار تقريباً، وهذا فقط ثمن العضو وحده. لا أحد يحتاج قلباً فقط، هناك حاجة أيضاً لعملية الزرع، ويمكن أن تكلف 1,500,000 دولار. ويفسر هذا السعر الهائل بعدة أسباب. أولاً، على عكس الكلى والرئة، يعطي المتبرع قلبه بعد الوفاة،
ثانياً، فإن زراعة القلب أمر خطير ومعقد للغاية، وغالباً ما ينتهي بوفاة المريض. ثالثاً، أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعاً للوفاة في العالم، وتعتبر زراعة القلب الطريقة الأكثر فعالية لعلاج قصور القلب الحاد. ومع ذلك لا يوجد ضمان للنجاح، قد تفشل الجراحة أو قد لا يثبت القلب، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام يمكن للمريض أن يعيش حوالي 10 سنوات. بالنسبة لي كل هذه الحقائق هي تذكير بمدى أهمية مراقبة محركنا الذي يضخ الدم ويبقينا على قيد الحياة. من المحرك الرئيسي ننتقل إلى المرشح الرئيسي. الكبد عضو مذهل حقاً. يحارب الكبد جميع المواد السامة ويزيل المواد الكيميائية المتحللة وينتج الفيتامينات وينقل بروتينات الدم وأكثر من ذلك بكثير. يمكن تسميته بأروع عضو في الجسم لأنه يعرف أيضاً كيف يصلح نفسه. الكبد قادر على التجدد حتى لو فقد 70% من حجمه، ولكن حتى الكبد لا يمكنه محاربة السموم إلى أجل غير مسمى، خاصة إذا كان هناك الكثير. عندما يصاب الأشخاص بمرض خطير في الكبد هناك حل واحد فقط، الزرع. يكلف شراء قطعة من الكبد حوالي 50,000 دولار، لكن العضو بأكمله يكلف حوالي 400,000 دولار. أضف لذلك عملية الزرع والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 800,000 دولار، وأخيراً ستحصل على حوالي 1,000,000 دولار. لا يستطيع الجميع تحمل التكلفة، لذا اهتم بكبدك. مرة أخرى نعود إلى الرئتين. كما تتذكر يمكنك العيش بدون رئة، لكن ماذا تفعل للحصول على رئة جديدة؟ يمكن لأي شخص دفع حوالي 60,000 دولار لشراء عضو من متبرع. إذا احتاج الشخص إلى زوج سيتعين عليه دفع حوالي 500,000 دولار. تصبح المواد الحيوية عديمة القيمة في غضون ساعتين بعد وفاة المتبرع، وعملية الزرع معقدة وتتطلب أمهر الجراحين على مستوى العالم. وهنا يأتي السعر المذهل. يمكن أن تكلف عملية زرع الرئة ما يصل إلى 2,000,000. ينتمي البنكرياس إلى الجهاز الهضمي. هو من أهم أعضاء الإنسان، حيث ينتج أنزيمات لهضم الطعام وهرمونات ضرورية لعملية التمثيل الغذائي. يمكن لمرض السكري أن يدمر البنكرياس أكثر من غيره. ثم هناك خياران، إما أن تعيش مع هذا المرض أو اتباع نظام غذائي أو تقييد نفسك وحقن نفسك بالأنسولين أو دفع 10,000 دولار لبنكرياس جديد. من الممكن زرع العضو وبالتالي شفاء نفسك تماماً من داء السكري، لكن مثل هذه الجراحة معقدة ومكلفة. يبدأ السعر من 100,000 دولار ويصل إلى 350,000 دولار، لكن حتى في هذه الحالة سيتعين على المريض الالتزام بنظام غذائي معين. لكن طالما أنني أتخيل حياتي بدون الحلويات، أبدأ بالشعور بالحزن. لنغير الموضوع ونتحدث عن شيء ممتع، مثلاً حول أهرامات الشمبانيا وغيرها من سجلات غينيس. هرم من الزجاج. بكل التأكيد رأيتم جميعكم هرم الكؤوس. ما أقصده كؤوس الشمبانيا التي توضع فوق بعضها في حفلات الزفاف وحفلات الشركات والأحداث الأخرى. من الصعب بناء هكذا برج، لكن موظفو فندق دبي استطاعوا فعلها بعشرات آلاف الكؤوس الكريستالية. ففي كانون الثاني نصبوا هذا الشكل من 54,740 كأس شامبانيا، وكان ارتفاعه 8.23 مترا، مع الأخذ بالحسبان أن الرقم القياسي السابق كان أكثر من 50,000 كأس. سيكون من الصعب كسر رقم دبي القياسي. تخيل لو في اليوم الأخير أحدهم اصطدم بكأس وانهار كل شيء. هناك العديد من الأرقام القياسية الغريبة في كتاب غينيس، وهذا واحد منهم. لقد تحقق في شهر شباط يبدو أنه أكبر بطارية ليمون أو أعلى توتر كهربائي مستخلص من بطارية من الفواكه. جمع علماء من المجتمع الملكي العلمي 2,923 ليمونة قطعوها إلى نصفين في البداية، ثم أوصلوها بأقطاب من الزنك والنحاس. على ما يبدو عمل عصير الليمون كشاردة، وأصبح الزنك والنحاس أقطاباً، ولدت بطارية الليمون أكثر من 2,300 فولت. تم تحطيم الرقم السابق بأكثر من 1,500 فولت، لذا من الممكن أن بطارية الليمون هذه لن يتم تجاوزها أبداً.
نستمر بالحديث عن الأرقام المجنونة، والرقم التالي حققه هاري تشاندراغيري مقيم في نيبال. على ما يبدو لم يحب هبوط السلالم بالطريقة العادية، لذا قرر أن يفعلها على يديه، وقام بالأمر خلال 12 ثانية فاصلة 65. نزل عبر 50 درجة على يديه ونجح بالهبوط. بالطبع هكذا مهارة بالكاد مفيدة في الحياة اليومية، لكنها تبدو رائعة، أليس كذلك؟ لتستطيع تحقيق أو كسر هكذا رقم، ليس فقط تحتاج لأذرع قوية، ولكن لمعصمين قويين بشكل خاص. إذا أراد هاري تقوية معصميه لتحسين رقمه القياسي، فيمكنه أن يطلب من المصري محمود محمد أيوب المساعدة. يقوم محمود بتمرين الضغط على راحة يديه ومعصميه، ويدير يديه بشكل دائم. تحتاج لعظام وأوتار قوية جدا لتقوم بهذا. خلال دقيقة واحدة يستطيع محمود القيام ب73 ضغطة. حتى شخصية جاكي شان في فيلم السيد الثمل كانت لتحسد محمود، فلم يستطع الصمود حتى لدقيقة في تمرين الضغط بالمعصم. حيث يوجد تمرين الضغط يوجد تمرين الثابت، لكن الثابت البسيط ممل، فلما لا نتدرب بجانب طائرة مروحية؟ هكذا فكر رومان سارهاديان، رياضي روماني حقق رقما قياسيا مجنونا. من فترة بسيطة تعلق بطائرة مروحية وقام ب23 عدة ثابت على ارتفاع 3 أمتار. لم يكن ذلك بحد ذاته سهلا، ولكن ما عقده تهاطل الأمطار، وحقيقة أن المروحية كانت تتحرك. وفقا لرئيس لجنة تسجيل الأرقام القياسية، شخص واحد في العالم غير رومان يمكنه القيام بهذا الشيء، ولكن 20 مرة فقط. ما التمرين الأكثر صعوبة من الثابت عندما نتكلم عن العارضة؟ بالطبع الرفع الكامل. معظم الرياضيون قادرون على فعله عدة مرات، ولكن لا أحد منهم قادر على منافسة البيلاروسي ماكسيم تروكونوفيتز. مؤخرا حقق هذا الرجل 32 رفعة كاملة دون توقف. كان متعبا في النهاية، واستراح أعلى العارضة لثانية أو اثنتين، لكن القانون يسمح بذلك. هناك رقم قياسي آخر، العدد الأعلى للرفعات الكاملة خلال ساعة. في هذه الحالة لا تستطيع الاستراحة أعلى العارضة فحسب، بل أن تقفز عنها. لكن لا تعتقد أن ذلك سيجعل المهمة أسهل بكثير. شاولين من الصين سيؤكد لك كم تتأذى العضلات بهكذا تمرين مرهق. قام الرجل الصيني ب402 عدة خلال ساعة، بينما يهزم تشاو الجميع على العارضة. لا يترك شي يون فينغ فرصة لأحد في كرة الطاولة، حتى الآليين. فمنذ عدة أشهر دخل يون كتاب جينيس للأرقام القياسية بإصابة الكرة 6241 مرة. خلال هذا الوقت ضرب جي كرات أرسلت إليه من رجل آلي يسمى كيو دون أن يسقط الكرة ولو لمرة. يبدو أن الصين قوية جدا بهذه اللعبة، فبين رياضيها آلات حقيقية. بالاستمرار في مجال الرياضة، لدينا لوح التزلج، وعليه لدينا حامل أكثر الأرقام القياسية غرابة لأنه كلب اسمه جامبي، ويمكنك تسميته أكثر الكلاب حركة في الكوكب. جامبي كلب هائل حقا ومتزلج بارع. مؤخرا حقق هذا الكلب رقما مذهلا، قاطعا مسافة 100 متر على لوح التزلج خلال 19 ثانية فاصلة 65، وبذلك كسر جامبي الرقم القياسي بفارق 300 جزء من الثانية. يدفع الكلب اللوح بنفسه ويعود على متنه مجددا عندما يسقط عنه. صقر الألفية ليس مركبة فضائية خيالية من فيلم حرب النجوم، هو لعبة ليجو أسطورية، لأنها حاليا أكبر ما تم صنعه بالليجو، مكونة من أكثر من 7500 قطعة، وحجمها كبير جدا بحيث لا تستطيع وضعها على رف عادي. يستغرق شخص عادي بضعة أيام لتجميعها، لكن جوشوا لوفرانس يستطيع فعلها بأقل من يوم، خلال 21 ساعة و36 دقيقة و29 ثانية. سيكون من الصعب التغلب على إنجاز كهذا. أتعلم كيف تقوم بتدوير كرة سلة على إصبعك؟ إنها مهمة صعبة، لكن بأفضل الأحوال إن فعلتها ستبقى الكرة لعدة ثوان على إصبعك. بالنسبة إلى كندي اسمه سانديب سينغ كايلا، الأمر سهل للغاية. يستطيع تدوير الكرة على إصبعه للأبد، ويحقق رقما قياسيا جعل المهمة أصعب، وأدار الكرة على فرشاة أسنانه واستمر دورانها لدقيقة و13 ثانية. أنا متأكد أن سانديب كان يستطيع تدويرها لفترة أطول، لكن الكرة فقدت سرعتها. عندما علم أنه لا يوجد رقم قياسي رسمي لتدوير كرة قدم أمريكية بيضوية على الإصبع،
قرر تحقيق رقم قياسي، فاستطاع تدوير الكرة لمدة 21 ثانية. أتعلم ما هي وضعية الوقوف على قدم واحدة؟ إنها عنصر من اليوغا، فهي واحدة من العناصر الأساسية فيه، وليست أمراً سهلاً، لأنه من الصعب الحفاظ على التوازن. لم يستطع الكثير من الناس الصمود حتى نصف دقيقة. الأمر لا ينطبق على بيكرام خاتكي من نيبال الذي بقي على هذه الوضعية لثلاث ساعات وخمسين دقيقة. في الحقيقة سيكون من الصعب على أي منافس محتمل التغلب على أستاذ اليوغا في هذا. كتاب غينيس مليء بالأرقام القياسية، ليس فقط المتعلقة بالرياضة لكن بالطعام أيضا. كسر منتج اللحوم البريطاني فيلبروك أرتيزن في شمال إيرلندا الرقم القياسي لأكبر برجر نباتي، والذي يزن 162 كيلوغراما ونصف. استغرق طهي البرجر القياسي حوالي 9 ساعات. بعد تحقيقه تم التبرع بها لمنظمة خيرية محلية لإطعام المشردين. هذا الشخص الذي يدعى محمد من اليمن، من الواضح أن لديه الكثير من وقت الفراغ، لأنه حقق رقماً غريباً ومدهشاً بذات الوقت. استطاع محمد بناء برج من أربع بيضات فوق بعضها البعض. يبدو أن قوانين الفيزياء لا تنطبق على محمد، ولكن كما قال محقق الرقم، من الصعب جداً بناء هكذا برج. يجب أن تجد مركز جاذبية كل بيضة، لأنها بأشكال وبنى مختلفة. وجدير بالذكر أنه لا نية لحامل الرقم بالتوقف عندما حققه، فهو يخطط لتجاوز نفسه. نحن ننتظر برج الخمس بيضات. وختاما، اسم حامل آخر الرقم فاليريان رومانوفسكي، ولديه عامل مشترك مع كابتن أمريكا، لأنه يستطيع أيضا الصمود لوقت طويل في الجليد. في تشرين الأول 2021 دخل هذا الرجل إلى حاوية زجاجية تحتوي جليداً في الساحة الرئيسية في ليتوانيا. يعود الرقم السابق لرجل اسمه رومين، الذي أمضى ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة تحت الجليد في كانون الثاني 2020، والنتيجة الجديدة التي حققها اللاتواني تجاوزت الرقم السابق بحوالي النصف ساعة. هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات عن أرقامكم القياسية. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.